السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هاد القضية ديال الرزق حتى الحيوانات حتى هي عندها يقين. اللي ما عندوش اليقين هو الإنسان. اللي حيوانات عندها يقين بأن الرزق ربي سبحانه وتعالى ضمنه لهم. من الطريف واحد القصة ذكرها الإمام ابن قيم الجوزية. يقال بأن نبي الله سليمان عليه السلام أعطاه الله منطق الطير ومنطق النمل كيتكلم وكيسمع كيعرف أش كيقولوا هاد الحيوانات. تلقى مع واحد النملة وسولها قال لها كم تأكلين في العام يا نملة؟ قالت لها أكل حبتين من القمح يا نبي الله. فسيدنا سليمان وضع على حبتين القمح جاب لها جوج حبات قال لها هما ديولك. وداز العام مضى عام كامل ورجع لعندها فوجدها بأنها أكلت حبة واحدة من القمح وأبقت على الأخرى. سولها قال لها يا نملة ألم تخبريني أنك تأكلين في كل عام حبتين من القمح فلماذا أكلت حبة واحدة؟ يتقول له النملة يا نبي الله كنت آكل حبتين من القمح وأنا متيقنة بأن الله الرزاق سيبعث إلي بغيرها ولكنني لما علمت أنك أنت الذي توليت أمري خفت أن تنساني فأكلت حبة وادخرت الحبة الأخرى للعام القادم. فبكى سيدنا سليمان عليه السلام. نملة تعلم نبيا ملكا عليه السلام. فهي تعلم بأن الله عز وجل رزاق مادام أعطاه حبتين في السنة كل عام يضمن لها حبتين. ولكن ما الضامن أن سليمان عليه السلام قد ينساها وقد لا يذكرها. لهذا لو سألنا أنفسنا الله عز وجل كم أنفق على الأرض لتستمر الحياة منذ خلقها حتى اليوم؟ كم أنفق الله عز وجل؟ يعني احنا كنعرفوا أي إنسان عنده واحد المجال معين كينفق عليه باش يستمر. بناية خصك لابد لونتروتيان ديالها، لابد خصك الاصلاح، لابد التعهد. اي عندك سياره خصك دائما تصوبها، عندك اي متاع غادي يخسر خصك لابد تنفق عليه باش يبقى متجدد. سؤال، هذه الارض التي خلقها الله تعالى منذ ملايين السنين كم انفق عليها حتى تستمر صالحه منذ خلقها حتى اليوم والى قيام الساعه؟ سؤال عظيم هذا لو أن الإنسان تأمل فيه. يجيب الله عز وجل في الحديث القدسي يقول خلقت يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفعيني رخيف أسوقه إلى عبدي. يعني الإنسان كيتسأل اللي كيبكي الآن على الرزق ما عندوش ربما عشا ليلة وكيبكي، لا، الله تعالى يتحدث يا ابن آدم أنا خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن أفعيني رغيف أسوقه إلى عبدي. ثم قال الله تعالى يخاطب العباد عبدي لي عليك فريضة ولك علي رزق فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. شوف الأدب الجم الذي تكلم به رب العالمين. يقول للعبد الضعيف المذنب لي عليك فريضة ولك علي رزق. احنا مطالبين بالفريضة بما فرضه الله من صلاة وصيام وغير ذلك. ولك علي رزق يعني من الواجبات على الله وربنا لا يجب عليه شيء ولكن هذا من أدب الألوهية. ولك علي رزق، رزقك مضمون عندي. فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك. وخا أنت أيها العبد لا تصلي، وخا أنت العبد لا تهتم بديني، خالفت فريضتي لكن أنا لن أخالفك في رزقك. سبحان الله العظيم.
تلقوا بعض الناس بعاد عن التدين، بل نجدهم مذنبين، بل نجدهم جاحدين، ومع ذلك الله تعالى يرزق الجميع، رحمن رحيم رزاق. واحد المرأة كان عندها واحد الزوج دائما كيعطيها المال كيتهلا فيها. واحد النهار سمعت بأنه مات، وجات عندها جارتها كتبكي، قالت ليها مشى هذاك اللي كان مهلي فيك، مشى اللي كان كيعطيك، مشى اللي كيجيب ليك. ويتقول لها زوجي إنما عهدته أكال، أي يأتي لنا بالأكل، أما الرزاق فهو باق، هو الله سبحانه وتعالى. المال اللي كيجيب الزوج للأسرة ديالو وكينفقوا على المرأة ديالو لا يسمى رزقا، ليس رزاقا، هو منفق فقط، منفق، والزوج في البيت أكال. ولكن الرزاق هو الذي يعطي ولا ينتظر منك مقابل، هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الرزق بماذا يأتي؟ يأتي بالتوكل. اللي بغى ربي عز وجل يفتح لي أبواب الرزق هو أنه يتوكل على الله حسن توكله. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، ومن يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد أقسم الرحمن رزق الخلائق. هذا التوكل، وهذه صدق في حسن الظن بالله تعالى، من أسباب جلب الرزق أن الإنسان يكون متوكلا على الله، أن رزقك لن يفوتك ولو كان في قاع البحار، أن رزقك غيجي غيجي ولو لم ينطق منك اللسان. فلماذا أيها الإنسان نفسك تذهب حسرات وأنت تعلم بأن الله قد قسم رزق الخلائق؟ هذا الشعور إذا استقر في قلب المؤمن كيعطيه الشجاعة. بعض الناس كتلقى خواف، بعض الناس كتلقى كيترعد، علاش؟ لأنه ما عندوش اليقين في الله تعالى، كيظن بأن الآخرين هما كيرزقوه، إما المشغل ديالو كيرزقوه، الشركة كترزقوه، الوظيفة كترزقوه، أو اللي كينفق عليه من العائلة كيرزقوه، حاشا وكلا. اللي كيرزقك ماشي هاد الناس كلهم، اللي كيرزقك هو الله سبحانه وتعالى. هادوك غير أسباب بسيطة ربي اللي وضعها أمامك، ولكن الرزق من عند الرحمن سبحانه وتعالى. إذا استقرت هذه الفكرة في القلب ديالك والإحساس غتعطيك الكرامة. احنا اليوم كنتكلموا على كرامة الإنسان، كنتكلموا على جرأة الإنسان في الحق، كنتكلموا على الإنسان الذي لا يخاف في الله لومة لائم. الإنسان اللي عنده هذه العزة النفس شكون هو؟ هو اللي كيتيقن بأن الرزق والحياة والموت والعطاء والمنع بيد الله عز وجل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المدلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. كتهم عالية ديال الصالحين أنه ما يمد يدو الحرام، ما يتسول، ما يخاف يقطعوا له الرزق ديالو، لأن عالم بأن الرزق بيد الله تعالى. إذا كان عايش رزقه غيجي لعنده، وإلا مات لن يعدم قبره، إلا مات غيدفن، حتى واحد ما غادي يخليه بلاصته. لهذا همته همة الملوك ونفسي حرة ترى المذلة كفرة. هكذا كان الصالحون ينظرون، يقنع بالقوت ديال العمر ديالو ولا يخاف زيدا ولا عمرا. لأن اللي كيخلي الإنسان ذليل وكيخلي الإنسان دائما همته ناقصة هو أنه يرتبط في رزقه بالآخرين، هما غادي يعطيوك أو يقطعوا لك الرزق. الله هو الرزاق، واللي قطعها ربي يجيبها لك من جهة أخرى. سبحانك يا جليل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.